لو عملت حاجة ترندي خلاص هي كده كده دلوقتي ترند، فهتجيب مع الناس والناس هتبيع هتشتريها وهتبقى مبسوطة بيها والكلام ده كله. بس في نفس الوقت انت ما ينفعش تمشي ورا كل ترند، لان انت ليك ايدنتيتي. لو مشيت من غير ايدنتيتي انت كده، طب انت بتعمل ايه؟ طب انت بتقدم ايه؟ بس ممكن تعمل الترند وتحط فيها بالظبط. فهو الميكسينج بقى الصعب، اللي هو انت بتحاول شوية تاخد جزء من الترند او حاجة شبهها شوية وتحط عليها الايدنتيتي بتاعتك، وتحاول تميكس ما بين اللي هو انت فعلا خلاص مرتبط بدي ومرتبط بدي. بتحاول ما تبعدش قوي عن الايدنتيتي بتاعتك يعني. اوكي. طب وانت بتعمل مثلا كولكشن قبل ما السيزون يبدا، بتبقى مختار مثلا الوان معينه هتمشي بيها، بباليت معينه، بستايلز معينه، ولا مثلا الحاجات اللي بتعجبك بتعملها عادي؟ لا، هو طبعا الموضوع بيبقى فيه ارتجال كتير يعني شويه، ايفن اف حتى لو عامل بلان ممكن بكره تغير. فبحاول دايما استيك تو للبيزك كولرز، علشان دي بتبقى ماشيه على طول وبتبقى ما فيهاش يعني، مش بتطلع برضو ترندي فتره وبعدين تروح تاني. بس كل فين وفين يعني، ليتس سي مثلا دلوقتي الوينتر كولكشن بتاعتي عامل ابيض واسود وعامل ميكسنج ما بينهم والكلام ده كله، بس كنت لازم احط بوب كولر كده زي الاورنج مثلا، هو ترندي شويه. في نفس الوقت مش كل الناس بتحب تلبس الالوان البيزكس، لازم يبقى في شويه كده حاجه بالظبط. الالوان في ناس بتحب تغير الوان كتير، فعشان يبقى ده معايا وده معايا. في حاجه عملتها مثلا في كولكشن وندمت عليها جدا مش عايز تعملها تاني؟ كتير كتير كتير. انا اتعلمت كتير بصراحه. اوكي. كتير اتعلمت كتير من، ممكن كنت غير مانيفاكتشرنج، ممكن اشوف مثلا الشخص ده قدامي لازم كل حد يبقى عندي في A وB وC، بلان A وبلان B وبلان C. ما ينفعش يبقى عندي حد بتاع سورس قماش واحد، ما ينفعش يبقى عندي مانيفاكتشر واحد، ما ينفعش كل ده، لان هو بيعلو وبيوطو، بالذات ان احنا في السوق عندنا شويه الامور بتبقى يعني صعبه، ولسه صحاب المصانع ما عندهمش قوي الـ 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 الفكر بتاع الحاجات اللي احنا بنعملها او الكلام ده كله. فبقى عشان اوصل لهم الفكره دي بتبقى صعبه قوي، فعاده مش دايما بيعمل لك او بيديك الاوتبوت اللي انت متخيله. اوكي. فبيبقى الموضوع ده فعلا صعب شويه، حاجات كتير ندمت عليها بصراحه. بتبدا قد ايه طيب قبل الكولكشن عشان تطلعه في وقت صح؟ انا كنت في الاول شغال طبعا يعني، ليتس سي الصيف مثلا هيبتدي شهر 4 5، فابتدي قبلها بشهر وبتاع. ده مش صح في مصر بالذات. لا ما ينفعش بالظبط، عشان التاخيرات اللي بنشوفها، بلس ان الحاجه هتطلع مش هقول لك متكروته، بس ما فيهاش ايفورت ان هو يطلعها بيرفكت. هو كل حاجه كل ستيب اصلا بتاخد وقت كبير قوي. بالظبط، بالذات الحته بتاعت الديزايننج والالوان دي كلها، دي بجد بتاخد وقت كتير جدا. من اول انسبيريشن لحد الديزاينر، طب هتعمل ايه؟ طب ما دي في حد مثلا دلوقتي ما ينفعش نعملها بالشكل ده، طب في حاجه دلوقتي محتاجين نغيرها، طب ده لا مش ريليتد للايدنتيتي بتاعتنا، طب لا ده مش ترندي. حتى كمان بعد ما بتستلم الشوت بياخد وقت، الايديتنج، كل حاجه بتاخد. ما فيش حد بيدي ميعاد وبيبقى ماشي فيه مظبوط، فلازم بقى تبدا قبلها. لازم لو انا عايز لونش مثلا من شهر واحد اللي جاي ده، واحد واحد، لا ده انا لازم ابتدي من 3 شهور.